اهلا وسهلا بكم من Equity Global Markets. طبعا نرحب بضيف جديد لدينا في مكاتب Equity بدبي، طبعا الاستاذ فيصل السوادي. اهلا وسهلا فيصل. اهلا وسهلا فيك استاذ رائد، وشكرا على هذه الاستضافه الحلوه. طبعا الاستاذ فيصل محلل ومحاضر ومدرب في الأسواق المالية العالمية. قدمنا مع الأستاذ فيصل مجموعة من المحاضرات التي لقت استحسان كبير والتي لقت إقبال كبير في المملكة العربية السعودية، وطبعا لا نزال نعد بمزيد من الخدمات الجديدة التي سوف نقوم بتقديمها. أستاذ فيصل، شو الجديد اللي نحن راح نقدمه مع Equity Global Markets في الفترة القادمة بما يتعلق بتعليم وتثقيف المتداولين في الأسواق المالية العالمية؟ إن شاء الله سيكون هناك الكثير من المواد اللي تهم المتداول في أسواق المال، خصوصا أن المتداولين في الأسواق المالية يواجهون مشكلة شائكة ربما ومزمنة، وهي قلة المصادر الموجودة باللغة العربية. الجميع يعلم أنه قليلة جدا، يعني حتى اللي حابب يتعلم ما فيه مصادر واضحة، سواء كفيديوهات أو ككتب أو كمصادر موثوقة. يستطيع المتداول انه يستمر انه يحصل على التحصيل العلمي والعملي من هذه الكتب او المراجع او الفيديوهات. فان شاء الله تكون هاللقاءات ان شاء الله مثمره ومفيده للمتداول، حتى يستطيع ان يميز ما بين او السلبيات الكثيره جدا التي يقوم بها المتداول في اسواق المال. يستطيع ان، لانه في اول مرحله من مراحل تحسين الوضع او تصحيح الوضع هي الادراك بالمشكله. صحيح. للأسف الكثير من المتداولين إلى الآن لا يعلمون أن لديهم أخطاء ومشاكل كثيرة جدا لا يمكن حصرها حتى في عدة فيديوهات، لكن إن شاء الله نحاول أنها تكون سهلة وسلسة وقريبة من أو كما يتوقع إن شاء الله المتداول اللي إن شاء الله راح يشاهد هذه الفيديوهات أو هذه المواد إن شاء الله العلمية اللي راح نتحدث عنها. تماما. طيب، نحن في هذه المرحلة ومثل ما تفضلت وقلت أنه المتداول لديه العديد من السلبيات والعديد من المشاكل، ويصل إلى نقطة التشتت فيما يتعلق بالمصادر اللي نحن بده يعتمد عليها، الكيفية وكيفية البداية الصحيحة. طبعا نحن عم نسبق مسرورين أنه رح ننطلق معك بسلسلة من الفيديوهات التعليمية اللي بتستهدف بالضبط البداية والانطلاقة الصحيحة للمستثمر، إضافة إلى نقطة مهمة واللي هي سلوكيات هذا المتداول بين السلبية والإيجابية، وكيف يقلل من العادات السلبية التي يأتي بها من حياته اليومية إلى مرحلة التداول، والتي قد تعد في البداية بأرباح كبيرة ومن ثم يبدأ مسلسل الخسائر والبحث عن حلول للمشكلة الموجود فيها. إذا بتعطيني بس لمحة أو تعطي كمان الأخوة الموجودين معنا، ما هي القيمة العلمية وما هي القيمة الحقيقية اللي راح يستفيد منها المتداول في أو من خلال هذه الفيديوهات التي سوف نقوم بتسجيلها في مكاتب Equity؟ صعبت علينا المهمة. لكن عموما راح نحاول إن شاء الله إيضاح فكرة مهمة جدا للمتداول. يعني في الكثير من الأحيان عند عقد دورات أو ندوات يتم سؤالي إنه كيف يستطيع المتداول الانتقال من مرحلة العمل الهاوي أو البدائي إلى مرحلة التخصص والاحتراف في هذا المجال. أول مرحلة من مراحل التحسين أو الوعي بهذا الأمر، هناك مثل يقال باللغة الإنجليزية الآن، نحن عم نقول خلي المصادر بالعربي عم نحكي إنجليزي لكن حتى ترجمة، بيقول focus on the driver. Keep your eyes on the driver, not on the vehicle. انه انت ركز على السواق لا تركز على المركبة. اللي موجود الان انا ما ببالغ واقول 99.99%، لكن تقريبا ها هي النسبة الصحيحة اللي موجودة، التركيز على المركبة واهمال السائق. حتى اوضح الفكرة للمشاهد، اليوم ممكن يجي شخص يعرض علي افضل مركبة او افضل سيارة سباق موجودة في السوق، أفضل محرك وأفضل إطارات وأفضل مواصفات، ويطلب مني اشتراك في سباق رالي أو فورمولا أو أي نوع آخر من أنواع سباق السيارات. ماذا ستكون النتيجة التي سيحصل عليها هذا الشخص اللي أعطاني المركبة؟ النتيجة ليست قريبة من الصفر ولكن صفر بالضبط.
تمام. ولو أسأل هذا السؤال للجميع، يعني أسأل أنا بالعادة دائما جميع الأشخاص اللي أقابلهم أو اللي نتحدث فيها في أسواق المال، إيش أهم شيء عندك؟ فيكون الإجابة على طول الاستراتيجية، كيف أدخل، كيف أخرج، كيف أفعل. هذا الشغل الشاغل، الاستراتيجية. نعم. التداول، استراتيجية التداول. ما زال تركيز المتداولين على المركبة وأهمال السائق. أنا الآن ممكن أعطيك 50 استراتيجية وجميعها استراتيجيات تحقق ناجحة، نتائج ممتازة في السوق، ولكن النتيجة معك أنت كمتداول راح تكون سيئة جدا، لأنك أنت جالس تحاول فقط تحصل على الاستراتيجية أو تحصل على المركبة، المثال اللي عطيناه، وجالس تهمل السائق أو المتداول. فمعناها ما هي، البعض للأسف أو الكل إذا خلينا نشمل يركز على الأدوات ولا يركز على الشخص الذي سيستخدم هذه الأدوات. أنا الآن ممكن أجيب صندوق من الأدوات وأعطيه لشخص ومثل ما بيقول راح يخرب الدنيا، صحيح، وأعطيه لشخص ثاني شغل احترافي وشغل صحيح 100% وفي أقل وقت وأقل مجهود. فإذا كان عندي إجابة واحدة فقط على هذا السؤال، لأن تحتاج إلى عدة أجوبة، وهذا اللي راح نسويه مجموعة من الفيديوهات اللي راح يتم تقديمها. تمام، إن شاء الله في المستقبل إذا ما أكيد بلا شك. طبعا المادة العلمية اللي هي راح تتقدم من خلال مجموعة فيديوهات راح تكون لها تسلسل منطقي بالنسبة للمستمع. والميزة الخاصة بهذه الفيديو أو مجموعة الفيديوهات أنها راح تكون قصيرة ومباشرة في الهدف، خلينا نقول، اللي هو توعية وتثقيف المتداول بما يتعلق بالمايندسيت أو سلوكيات المتداول نفسه، وليس الأسواق كيف تتحرك وكيف تريد أن تطبق استراتيجيات ناجحة. يطول الحديث الأستاذ فيصل. طبعا هذا فيديو ترحيبي من قبل Equity Global Markets، شرفنا بتواجدك معنا في مكاتبنا اليوم، ونتمنى الأفضل لك في الفترة القادمة ولإكويتي وللمتداولين جميعا. شكرا لك. شكرا لك أستاذ رائد، وشكرا على هذه الخطوة، المحاولة التوعية المتداولين، لأن كما ذكرت في بداية اللقاء المصادر الموجودة باللغة العربية تكاد تكون معدومة حقيقة، وإن وجد بعضها فهي ترجمات فقط لما صدر من مصادر أخرى باللغة الإنجليزية. فإن شاء الله مثل ما ذكرت نحاول نخلي الفيديوهات هذه قصيرة ومباشرة لتحقيق الهدف، نذكر فيها بعض الإيجابيات وبعض السلبيات التي يمارسها المتداولين بشكل يومي في السوق، ومثل ما قلنا نركز على المتداول ونترك الطرق أو الاستراتيجيات الكثيرة الموجودة في السوق، أو الفهم، لم أقول الفهم الخاطئ، لكن الفهم القاصر ربما لدى بعض المتداولين لمعنى لمفهوم التداول أو مفهوم التحليل الفني أو مفهوم يعني أنا واجهت الكثير من الأشخاص الذين يعملون في السوق لسنوات عديدة، بعضهم تعدى 10 سنوات وما زال لا يملك أبجديات أو الأساسيات الخاصة بالتداول بأسواق المال. إن شاء الله نلقي عليها الضوء أيضا ونتحدث عنها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا أعزائي المشاهدين.